ياسين خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع المغرب والأندلس صنوان لا يمكن التفريق بينهما، وفضل أهل المغرب على الأندلس لا يمكن أن ينسى أبدا. فالجيوش الفاتحة التي دخلت الأندلس في بداية الفتح إنما خرجت من المغرب، وعبد الرحمن الداخل إنما استعان بأهل المغرب عند الفتح، والمرابطون نصروا أهل الأندلس بعد خروجهم من المغرب، وكانت بدايتهم من مراكش. والموحدون خرجوا من جنوب المغرب ثم ملكوا بلاد المغرب ثم حكموا الأندلس، بل لما سقطت الأندلس كانت بلاد المغرب المفر الأول لأهل الأندلس. ولأنه لا يمكن للمتكلم عن تاريخ الأندلس أن يغفل بلاد المغرب، حملت أمتعتي إلى بلاد أسمع عنها كثيرا، فأردت أن تكون جزءا من رحلتي هذه، الرحلة الأندلسية. ديار عليها من بشاشة أهلها بقايا تسر النفس أنسا ومنظرا، تسرك طورا ثم تشجيك تارة، فترتاح تأنيسا وتشجع تذكرا. بهذين الشعورين المتناقضين نقف هنا على أعتاب مدينة فاس، وفي أحضان جبال زرهون نقف على هذه المدينة التي تعد من أعظم الحواضر المغربية، مدينة علم وفكر وثقافة، مدينة سياسة وإدارة واقتصاد، مدينة تزدان بالجبال والنهر والسهول التي تحيط بها. مدينة فاس حكاية من أجمل الحكايات التي يمكن أن نذكرها هنا في تاريخنا في حكايتنا الأندلسية. ما هي مدينة فاس؟ متى نشأت؟ من تولى حكمها؟ ما هي أشهر معالمها؟ ما هي أشهر الأحداث التي جرت فيها؟ ما طبيعتها؟ كل هذا وغيره سنعرفه بإيجاز، لأننا نحكي حكايات عاجلة في تاريخ الأندلس. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه الحاضرة العظيمة من حواضر الأندلس في دخولنا هنا على مدينة فاس. من بعيد، من فوق التلال والمرتفعات المطلة عليها، تبدو فاس مدينة فاتنة مستلقية تحت الشمس. تغري الناظر إليها ببناياتها المتقاربة وقبابها المكسوة باللون الأخضر، ومساجدها المشرئبة بمآذنها، وأبراجها الشامخة، وحدائقها وبساتينها الفيحاء، وأسوارها الرائعة، وسط هالة من الجمال المنبثق كالضوء من عمق هذه المدينة الحاضرة التي تحضن تراثاً كونياً وإنسانياً كبيراً يجب المحافظة عليه. هذه المدينة مدينة فاس
بنيت في أيام إدريس ابن عبد الله في سنة 182 من الهجرة، والأدارس ينسبون إليه، فإنه بدأ حكمهم في هذه المدينة بعد أن استوطنوا جبال زرهور وسكنوا هذه المدينة فراراً من بطش العباسيين، لأن العباسيين كانوا يتعقبون الطالبيين أو آل البيت الفارين منهم. ففر إدريس تخذ من فاس عاصمة لهم، ثم بعد ذلك لما جاء إدريس الثاني بنى له مدينة أتم بها هذه المدينة على عدوة النهر الأخرى، فصارت مدينة فاس مكونة من عدوتين أو من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الأول إدريس الأول والجزء الثاني إدريس الثاني. ثم لما جاءت دولة المرابطين في أيام يوسف بن تشفين جمع هاتين المدينتين جميعا، ولذلك ما زالت محتفظة بطرازها القديم، مع أنها تعتبر اليوم من أشهر المدن المغربية، بل هي ثالث مدينة تعتبر، لكنها ما زالت تحتفظ بطرازها القديم، مشهورة بكثرة أبوابها، حتى الأبنية الجديدة والأبواب الجديدة على الطراز القديم. يرجع تأسيس مدينة فاس الواقعة في أقصى شمال شرق المغرب اليوم إلى بانيها إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية في سنة 172 من الهجرة، فهو الذي أنشأها على الضفة اليمنى لنهر فاس في موقع طبيعي مزين بالخصب والماء، وتتفجر منه الينابيع. وبعد 20 سنة جاء ابنه إدريس الثاني وأنشأ مدينة ثانية على الضفة اليسرى للوادي. فلما جاء المرابطون قام يوسف بن تشفين فوحد المدينتين فصارت مدينة فاس. كانت تعد هذه المدينة أيضا محلا لهجرة الأندلسيين الذين هاجروا، ونحن نعرف أن هجرة الأندلسيين إلى المغرب مرت بأزمنة متباعدة منذ سقوط بعض المدن الأندلسية الأولى ثم الثانية، ثم توالت الهجرات الأندلسية تبعا لسقوط هذه المدن، وكانت مدن المغرب من أكثر المدن حفاوة بهم، ومنها مدينة فاس، حتى يقال بأن أبا عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس رحل بعد سقوط غرناطة وسكن هنا قريبا من هذا المكان، ثم عمر له قصرا، ثم شيد هذا القصر وحول إلى مسجد كما نرى طرفا من مسجد هذا القصر، والذي طرفا من منارة هذا المسجد، والذي صار بعد ذلك هذا المسجد ينسب إلى هذه المدينة التي هو واقع بها. الأهمية لهذه المدينة مدينة فاس جعل كثيرا من الدول تتعاقب عليها، فبعد قيام دولة المرابطين اتخذت من مدينة فاس من أهم المناطق التي تنطلق منها جيوش المرابطين. فنحن نعرف أن المرابطين كانت لهم حركات توسعية بدءا من أغمات، وهي المدينة التي خرجوا منها، ثم مدينة مراكش، ثم بدأوا ينطلقون حتى جاءوا إلى مدينة فاس. ما زالت هناك بعض القلاع أو الحصون العسكرية التي تعتبر بمثابة الحاميات في مدينة فاس في أعلاها ينسب إلى المرابطين. حتى لما سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين اتخذوا من مدينة فاس مدينة من أهم المدن التي كانوا يعتمدون عليها. مكانة مدينة فاس لكونها صارت بعد ذلك عاصمة كما نعرف لدولة الأدارسة، ثم بعد ذلك جعل منها مدينة اقتصادية عرفت بكثرة مهنها، فهي مدينة مصنعة من النحاس. ما زالت مدينة فاس تحتفظ بصور وأشكال من النحاس القديم الذي كان يصنع، معروفة بالمهن الأخرى، فهي مشهورة بالخزف وغيره. هذه المدينة مدينة فاس مع كثرة أشجارها، شجر الأرز والبلوط وغيرها، أيضا هي مدينة صناعية مهمة، كثير من المهن اليدوية ما زالت محتفظة بصورتها التي كانت موجودة منذ الأزل كمدينة اقتصادية. انتشرت الأسواق في مدينة فاس، والزائر إليها يجد فيها أسواقا متنوعة، فهذا سوق العطارين بتوابله، وهذا سوق الصباغين بأحواضه الملونة، وهذا سوق النجارين برائحة الخشب المنبعثة منه،
وهذا سوق النحاسين بأصالة صناعته التي يحتاج إليها كل بيت فارسي. وليس ذلك بغريب في مدينة تعتبر موطنا للصناعة التقليدية في كل فروعها، في الخزف والخياطة والتطريز اليدوي على القماش والنقش على الفضة والنحاس وسبك الذهب. هذه المكانة العظيمة التي عرفت بها مدينة فاس أهلها لأن تكون مكاناً لمجمع السكان وهجراتهم منذ تولي الأدارسة، فما جاء بعدهم من دول، دولة المرابطين، دولة الموحدين، الدولة المرينية، دولة العلويين، كل هذه الدول كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على مدينة فاس. ولذا طبيعي جداً أن تتحول هذه المدينة إلى مدينة هجرات، توالت عليها الهجرات، ومنها هجرة المغاربة من النواحي الأخرى، ثم هجرة الأندلسيين، كانت لهم هجرات كثيرة، لا سيما وأن الأندلسيين حكموها ما يقرب من 30 سنة، فهي مدينة ذات أهمية بالغة، وهذا نرى من تزاحم السكان عليها قديما وحديثا. من أهم ما جرى أيضا في مدينة فاس في أيام حكم الدولة المرينية، لا سيما في زمن المنصور الماريني، فإنه استطاع أن يحول هذه المدينة إلى مدينة تجارية ضخمة، تجمعت السكان وكثرت حركة التجارة فيها، بل إنه في سوق العطارين هنا تم بناء مستشفى للأمراض العقلية للمجانين، بنى هذا المشفى وجعله محل عناية منه، أوقف فيه الأوقاف ووظف فيه كثيراً من الموظفين، وصار هذا المشفى من أهم المشافي في مدينة في تاريخ هذه المدينة. ثم إنه بعد ذلك استطاع أن يحول هذه المدينة إلى مدينة علمية وفكرية وثقافية، فازدهرت الحركة العلمية والثقافية في زمن الدولة المارينية. تطورت المدينة وكبرت، وصار لها دور عظيم مع مرور الأيام والعهود. وفي ذلك الوقت المغلي في القدم، كان جامع القرويين بمثابة منارة كبيرة علمية وفكرية، يستضيء بنورها طلاب العلم القادمون إليها من كل صوب من العالم الإسلامي وغيره. ويعتبر هذا الجامع بطابعه الديني والعلمي من أقدم الجامعات وأعرقها في العالم، ولذا تنتشر بالقرب منه مدارس أخرى قديمة كأنها امتداد له، وكأن كل واحدة من هذه المدارس تعتبر معلما من المعالم المتسمة بالزخرفة والنقوش العربية والإسلامية التي تزين واجهتها الخارجية وفناءها الداخلي النور الذي يشع منها نور القرآن والسنة. هنا نحط عصا الترحال في مدينة فاس، في معلم من أشهر معالمها، جامع القرويين. هذا الجامع الذي بني في سنة 245 من الهجرة، تبرعت به فاطمة الفهرية، وجعلت هذا الجامع من أهم الجوامع في أيام حكم الأدارسة، وظلت الدول المتعاقبة على مدينة فاس تعنى بهذا الجامع الذي صار بعد ذلك جامعاً من أهم الجوامع المصدرة للعلم والفكر والثقافة. مدينة فاس كغيرها من المدن المغربية تتمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله، فحول هذا الجامع إلى جامعة علمية تدرس فيه العلوم الشرعية المختلفة، ومنها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فيه منبر من أعظم المنابر التاريخية يرجع عهده إلى عهد المرابطين، ما زال هذا المنبر بهيئته وزخرفته وشكله الذي بني في أيام دولة المرابطين، ما زال يخرج هذا المنبر ويخطب به في كل جمعة وفي المناسبات الإسلامية الأخرى كالعيدين وغيرها. هنا نحط عصا الترحال في مدينة العلم فاس. دخلت فاس وأنا أحمل في ذهني أنها مدينة علم، وهكذا وجدتها، لكنني وجدت شيئا آخر لم أدركه إلا عند زيارتي لها،
فليس المخبر كالمعاين. وجدت هذه المدينة وكأني أبحث عن تاريخ مرتبط بتاريخ الأندلس. سمعت وقرأت أن يوسف بن تشفين انطلق من هذه المدينة ومر بها وسكنها وجمع شتاتها، فالوقوف عند مدينة فاس إنما هو وقوف عند جزء عظيم من تاريخ المرابطين. بل إنني لما دخلت جامعها حكى لي بعض من كان حاضراً ممن له دراية بتاريخ مدينة فاس أن كثيراً من هذه الزقاق التي نمر بها إنما مر بها جيش المرابطين. قال لي: انظر إلى هذه المدرسة، قد حضرها قبلك يوسف بن تشفين. انظر إلى هذا السوق، منها هنا اشترى يوسف بن تشفين بعض حوائجه. ثم قال لي صاحبي: الموحدون لم يحسنوا إلى يوسف بن تشفين، يريدون منا أن ننسى يوسف بن تشفين، حاولوا أن يخفوا كل معلم من المعالم التي تدل على شخصية هذا الرجل ولو بإزالة شيء من آثار هذا الجدران. يا أيها الموحدون، إنكم لو أزلتم يوسف بن تشفين من الجدران فلن تزيلوه من قلب الإنسان. ألا فرحم الله تلك العظام وأسكنها دار السلام. نسينا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بينا.